ينضم إلينا من عدن المحلل السياسي قيس الشاعر. أستاذ قيس، أهلا بك معنا إلى هذه الساعة الإخبارية. لو تحدثنا عن أهمية أن تستعيد السيطرة على منطقة الصراري في تعز من الإنقلابيين، قوات الشرعية استعادت السيطرة عليها، أهمية هذه المنطقة. نعم، هذه المنطقة هي بحد ذاتها تعتبر كانت تشكل عائق على المقاومة الشعبية وأيضا على قوات الجيش الوطني في شن هجماتها لاستئصال ميليشيات الحوثي من بعض المناطق التي يسيطرون عليها في محافظة تعز. هذه المنطقة كونها تتوسط مناطق تعز، يضاف إلى ذلك أنها منطقة شاهقة وتطل على المدينة من عدة جهات، لذلك الحسم في هذه المنطقة يعد نجاح لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، الأمر الذي سيسهل لفتح ممرات آمنة في الأيام القادمة لنقل المعونات الإنسانية وأيضا لتقدم القوات لتحرير بقية محافظة تعز من تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين وقوات المخلوع علي صالح. في غضون أيام كم ممكن يعني ممكن توصيل أو تأمين هذه الممرات الآمنة لتوصيل المساعدات؟ بحد ذاته الأمر أن القوات الجيش الوطني تخوض معارك شرسة في عدة مناطق وفي عدة جبهات، في مأرب تخوض معركة وهناك تقدم ملحوظ، وأيضا في محافظة الجوف، وأيضا هناك معارك عديدة في محافظة حجة، يضاف إلى ذلك أنها تخوض معارك أيضا في الجهة الأخرى في باب المندب والمناطق المطلة على محافظة لحج، المناطق الحدودية كمنطقة كريش التي تشهد معارك شرسة. لذلك مسألة الحسم لن تكون إلا وفق خطة شاملة. أعتقد أن قوات الجيش الوطني تسير وفق خطة عسكرية مدروسة لكي تحسم المعركة العسكرية في عدة مناطق في وقت واحد، بحيث أنها تتمكن من فرض سيطرتها وبسط قوتها على الأرض والحفاظ على ما تبقى من كيان الدولة أو مؤسسات الدولة سواء في صنعاء أو غيرها من المحافظات اليمنية. أستاذ قيس، بالحديث عن المشاورات المتعثرة في الكويت والتي على ما يبدو أنها شبه فشلت، إن لم تكن فشلت بالفعل، هل أصبح الحسم الآن هو مع الإنقلابيين، الحسم على الأرض فقط هو لغة الحوار معهم؟ لا يوجد حل غير الحسم العسكري بعد ان فشلت مشاورات الكويت وغيرها من وقبلها جنيف واحد ومؤتمر وايضا مشاورات بال، لم تنتج عن تلك المشاورات سوى المزيد من المآسي للمواطنين اليمنيين القابعين تحت سيطرة قوات الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح. لذلك لا بد من عملية الحسم العسكري، يضاف إلى ذلك أنه لا بد أن قوات الجيش الوطني أيضا أن تمشي وفق خطة مدروسة في حالة سقوط العاصمة صنعاء أو في حالة تحرير العاصمة صنعاء من يد الانقلابيين، لا بد أن تكون هناك خطة أمنية لكي تحافظ على أمن العاصمة صنعاء وما جاورها من المحافظات الأخرى. الحوثيين بحد ذاتهم يذهبون للحوثيين عندما يذهبون إلى أي مفاوضات أو أي مشاورات أو يعقدون أي اتفاقيات، إنما هم يسعون لكسب المزيد من الوقت. بحد ذاته عندما ذهبوا إلى مشاورات الكويت كان لا يسعون للسلام ويسعون للتوصل إلى حل الأزمة اليمنية، وإنما لكسب مزيدا من الوقت، وهم متمرسين على هذا الأمر ولهم شواهد كثيرة في هذا المجال. أشكرك جزيل الشكر من عدن المحلل السياسي قيس الشاعر، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.